بندم لوجود حضرتك معانا. الحقيقه في قرار خاص من مجلس نقابه المحامين بعمل اضراب او بالاشتراك مع مجلس النقابه مع النقابات الفرعيه بتنظيم اضراب عام امام محاكم الجنايات على المستوى الجمهوريه غدا السبت. دي كانت وقفات سابقه طبعا للمحامين، ربما ياتي هذا على خلفيه ازمه محامين مطاي اللي تم الحكم عليهم بالحبس 5 سنوات. والحقيقة إن يبدو هذا الإجراء التصعيدي هي خطوة جديدة من قبل نقابة المحامين. معنا الأستاذ خالد عاشور، الأستاذ سامح عاشور. طيب هنحاول التواصل إلى السيد سامح عاشور نقيب المحامين لمعرفة مسألة الإضراب وكيف سيتم ولماذا هذه الخطوة في هذا التوقيت، وهل هناك بدائل أخرى يمكن من خلالها التعامل مع المشهد بسيناريو آخر غير مسألة الإضراب، ولماذا وصلنا إلى هذا الحال وهو تهديد المحامين بحالة من الإضراب العام والشامل كما جاء في بيان النقابة العامة. إلى أن نتواصل مع السيد سامح عاشور نقيب الصحفيين، خلينا ما نضيعش الوقت ونستعرض مع حضراتكم بعض الأخبار المهمة. الخبر ده الحقيقة كنت عايزة أقوله لحضراتكم من امبارح، لأنه خبر كان أشار إليه بشكل واضح جدا الزميل العزيز يوسف أيوب، وهو محرر دبلوماسي الحقيقة عنده شغل عظيم جدا في هذا المجال، وهو كان يتوقع أن خلال ساعات ستقوم السودان باتخاذ قرار بحظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية، وقد حدث الأمر بالفعل حيث أصدر السودان اليوم قرارا بحظر استيراد السلع الزراعية ومنتجاتها والأسماك المعلبة إضافة إلى مستحضرات السلع الزراعية المصنعة من مصر. هذه الأزمة ليست أزمة جديدة، كانت هناك مؤشرات قوية تشير إلى اتجاه السودان في اتخاذ مثل هذه القرارات. هتابع مع حضراتكم ده ومع زميلنا يوسف أيوب، بس هروح لعودة مرة أخرى إلى إضراب المحامين، وهينضم إلينا الأستاذ أحمد بسيوني وكيل نقابة المحامين. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. لماذا التصعيد واتخاذ قرار باضراب عام للمحامين؟ ليس تصعيدا، وانما نحن نستخدم حق قانوني شرعه القانون، لانه ليس بيدنا سوى هذا الان. ونحن نستشعر ان هناك هجمه شرسه على المحامين وعلى المحاماه، ونحن الذين لم نطالب في اي موقف من المواقف. كان الوطن يمر بظروف صعبه، نحن لم يكن لنا مطالب على الاطلاق. علينا هجمة من خلال قانون الضريبة المضافة، علينا هجمة من خلال قضاة لا يعلمون شيئا عن المؤامة، أو أن المحاماة هي الفرع الآخر لنهر العدالة في مصر. استاذ احمد، يعني حضرتك يعني رجل قانون، يعني حاجه اكيد يعني تعرف الاعراف اكتر مني والتقاليد، يعني مساله طيب الخط فصل، يعني بس كنت متحفظه على حكايه مع وصفه للقضاء لا يعرفون يعني هذا هو تعبيره، لكن حضراتكم عارفين ان دايما هناك ما يتم الحديث عنه دائما من احترام السلطه القضائيه باعتبارها سلطة مستقلة، لكن على ما يبدو ان هم شايفين ان ده استخدام لحقهم الطبيعي زي ما استاذ احمد قال، ليس تصعيدا ولكنه على ما يبدو بدا من وجهة نظره او كلامه زي ما انا فهمت دلوقتي خيارا لا بديل عنه. يعني بالتاكيد الناس لما بتفكر في الاضراب بيبقى دايما هناك خطوات تسبق هذا القرار الخاص بالاضراب، وده اللي انا كنت عايزه اساله عليه. ايه هي المراحل اللي مروا بيها قبل كده؟ استاذ احمد مساء الخير مره اخرى. اهلا بحضرتك. انا كنت بتحدث عن ان اكيد مفترض ان كانت في خطوات اخرى تسبق مساله قرار الاضراب، هل استنفذتم كل هذه الوسائل؟ الاضراب وسيله من الوسائل، ونحن لم نضرب اضرابا عاما، وانما حددناه في يوم واحد وامام محاكم الجنايات فقط، وكان هناك من المطروح ان يتم الاضراب امام جميع المحاكم سواء الجنح او الجنح المستأنفه او الجنايات أو الدعاوى المدنية، ونتوقف عن دفع الرسوم ونتوقف عن رفع القضايا، ولكن رأينا أن هذا يضر بالمؤامة العامة للوطن، وهذا ليس ويضر بمصالح الناس اللي موكلين كل الدفاع عنهم، ويضر بمصالح الموكلين. ولكن إذا لم يكن في مقدوري أن أحصل على حقي وأحصل حقوق المحامين الذين يتبعون مهنة المحاماة، لن يكون في مقدوري على الإطلاق أن أحمي مصلحة المواطن أو أحصل له على حقوق
والمحامي لا يعمل ابدا في ظل جو قد يقيده او يقيد حريته. هي الناس عايزه تفهم يا استاذ احمد ليه اتخذتوا قراركم بالاضراب، ايه الاسباب؟ الاسباب ان هناك تجاوز في الحكم، وفي متهم من ضمن المتهمين حكمت عليه المحكمه بهيئه سابقه عن ذات الواقعه 3 سنوات. لما يجي المحكمه الجديده في الحكم الجديد عن ذات الواقعه وذات الظروف ويبقى الحكم 5 سنوات في ظل تنازل القاضي المجني عليه الشاكي، في الوقت اللي كان الحكم الاولاني 3 سنوات على المتهم الاولاني 3 سنوات ولم يكن القاضي قد تنازل، اعتقد ان مجلس القضاء الاعلى كان قد توائم مع المحامين وهو اللي كان بالضبط. انا كنت اسال حضرتك لماذا لم يتم التحاور مع المجلس الاعلى للقضاء مع وزير العدل المصري؟ لم يتنازل القاضي الا من خلال هذا الحوار، أدرنا حوارا مع مجلس القضاء الأعلى وكان له الفضل واليد الطولة في بأنه السيد القاضي يتنازل، وإحنا ما بيناش وبين القضاء خصومة، لما يروح القاضي يتنازل. وفي طب هو الناس بتسأل، هو المحامي مش زيه زي أي مواطن عادي؟ ممكن زيه زي أي مواطن عادي يمكن أن يواجه أحكام قضائية؟ ما قلناش إن المحامي على راسه ريشة. لكن انا بتكلم على مهنه لها حوار في المجتمع، على مهنه بتحافظ على الوطن، مهنه بتحافظ على حقوق الناس، مهنه لم تتخلف عن قضايا الوطن على الاطلاق، لا تكون طيب. ما هو هكذا. الطبيب اللي بيعالج والمهندس اللي بيبني والمدرس الطبيب مش شريك في العداله، نحن شركاء في العداله يا استاذ رشاش. الطبيب له اصوله وله حدوده وله قانونه، واحنا كمان بنتكلم من خلال القانون بتاعنا. ايوه بس بتاعنا. القانون هنا يطبق يعني بغض النظر عن الصفه. ارجعي حضرتك لمواد الدستور الجديد وتفعيل كيف يكون الحفاظ على حقوق الوطن وعلى حق الدفاع، الدفاع ده ضمانه، ضمانه للناس مش ضمانه للمحامين. لما يتم التغول علينا بالطريقه دي ويبقى في عدم ملائمه في الاحكام. ايوه ايه طبيعه التوغل ده؟ ايه طبيعه التوغل ده يا احمد بيه؟ ايه طبيعه التوغل؟ طبيعة التوغل هذا الحكم الذي نحن بصدده الآن، هو الحكم على محامين مطالب 5 سنوات. استأذنك بس استأذنك أقول لحضرتك في ذات الموضوع وفي ذات التهمة، محامي تقدم العام الماضي وحكم من خلال هيئة أخرى بعدم تنازل القاضي، لم يكن القاضي قد تنازل والمحكمة تديله 3 سنين، تيجي المحكمة دي بالهيئة دي ومع تنازل القاضي وتشتت الحكم يبقى 5 سنين. أنا عارف إنه من حقه إنه هو مش ملتزم بالحكم الأولاني، لكن أنا أتحدث في الموائمة والملائمة التي ما بين المحاماة وما بين القضاء. أيوه بس زي ما حضرتك تفضلت مفيش قاعدة قانونية تلزم القاضي وهو ينظر القضية من جديد أن يلتزم بتخفيف الحكم أو مماثلة الحكم لزميل آخر. لا مش أنا لا أتحدث عن قاعدة قانونية حضرتك، أنا أتحدث عن موائمة ما بين رافضي نهر العدالة في مصر. المحاماة ايوه طالما نتحدث عن موائمة فالموائمة مجالها الحوار. الحوار؟ نعم. أدرنا حوار، من يقول أننا لم ندر حوار؟ أدرنا حوار ومع إدارة الحوار اللي يتم. أنا بس بحاول أعبر عن الحوار كان هذا القرار. طيب أنا بحاول يا أستاذ أحمد إن أنا بس أطرح على حضرتك وجهة النظر الأخرى. البعض بيقول أن الأولى بالمحامين وهم رجال قانون أن يلتزموا بتنفيذ القانون وليس الإضراب من أجل حكم. هو الاضراب ده تنفيذه، ما احنا نفذنا والمحامين مقبوض عليهم ودخلوا السجن بالفعل. انما انا بتكلم على الاضراب من اجل صدور حكم ما. انا احدثك على امر اخر، لما يبقى في استدراج للدفاع عن المحامين والايحاء بانه بتصالح القاضي قد انتهت الدعوه والامر اصبح قاب قوسين او ادنى من الحكم بالايقاف، ثم نفاجئ بدليل ان المحامين لم يكونوا حبيس القفص وكانوا مطلق الصراح ويدار الحوار. اذا حضراتكم تفاجأتم بما حدث رغم الاتفاق على عكسه. استدركنا في الوقت الذي تم الايحاء فيه بانه بتنازل القاضي قد حسمت الامور وانتهت الدعوه. من اعطى هذا الوعد او هذا الايحاء؟ مش وعد، انا بقولش وعد، ولكن ايحاءات نحن نستشعرها من خلال عملنا، ايحاءات تم فيها استدراك الدفاع عن المحامين. ايوه الايحاءات دي، الاشارات دي يا استاذ احمد صدرت من مين؟ من الدائرة التي أصدرت الحكم. طيب على أي حال موقفكم النهائي هو الإضراب غدا؟
ضرب غدا. وهناك خطوات اخرى سيتم تفعيلها من خلال ما سيجد على ارض الواقع. الاضراب يوما واحدا. يوما واحدا. انا بشكرك الاستاذ احمد بسيوني وكيل نقابة.